السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تورك سن أصحابي ملكستو أتوكتان هذا هو برنامج كينا هبين نمو وحنيكوشو قدين دورنا معلوماتك وراركا وحيقوه وينا إدعي هذا هو برنامج كينا هبين نمو وحنيكو فافاهلنا ولي وحا سعودة ساميتي وينيد أيشين أما أيالتي دي أردي درون كاهيد كل عدي قريقة نتنياه عاو واند الله الليو مالك استعب سياكتاين وسير هذي قفل بماشو كتشلو وحولي هاي دي أرد ما نسوع أقمرت الشنبير هاتي سوع أقمرتو عبسيها سعود هذا بقى حالة قود سيدا جوي قوي هاي حلقة لاند الله الليو إسرائيل إيو عبسيدا إيران أو سيوينان إسرائيل قبول يدون ولي جواب بحن إن أولادي دي أي هوشان غبريان وزيرك قاشانيقا إسرائيل وزيرك أرماها دمدة إسرائيل وزيرك قاشانيقا مريكنكا نمان أرماها سايكا وضح الليان هذا بو برنامج كينا هبين نمو حكوش أبسيهاي موضوع عاس راتكي أي كتكتيمات ديارة دي درونكا هاي يوليبا أود حزب الله أو قده إسرائيل لغا قري برنامج كوحي نوكو بلاباينا مرحلة دا أي إسرائيل مري سوحي لغان سامينتا أي كوية لطي ويراركي ديارادة درونكا أي ماانتا كل عدي قوليغا نتنياهو نتنياهو يقويس كيسا أو لشيغي يو إنان لقرنين حالك أي جوغان حتى هو سيردي سالغا غارينيا دولكو هوستي سميلا آذين ميلكلا ميلا آذين واليا بيه مركي لو أجين نتنياهو أو جاني عرب ماشو لغي وسيردي حتى أي لأيه أي وسيردي لفتركو ذي تهن يشاكي سوقلي نور بلفتي سورة نفتي سورة بغيا وحن ليس كعلين كرين أيضا كودو كدفاع كرين أي سي أصو سعود تدري شد سوق لي سعود أي سي اللي هاي ناس تاسا للي يبي شيكا عجيبا بركا ما يشاكا بلاوت أود وين عن لي حي ديارة عن لي حي وحارب تدلهاو دور كنا دولار ديارة ديارة وشوكتا انت قرح لغي سوق بحي ألغو كينا عيدو كاديا غني ساركيسا هذا وزير كعشان دقة إسرائيل وركي سعينو برنامج كنا كوبلا بينا هذا واحد ليه أي وزير كعشان دقة إسرائيل يوافق لانت أي واحد كه الله إسكتي دل كأها إلا دون يين لو خارج يونتنيا وزير كعشان دقة إسرائيل يوافق لانت وحوش شجع إسكتي قال مو برتيل ما متصدره الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يقويس كيسة إن مركا كده كان تاعي إن إسرائيل لو جيستا أي أحد ولي أي أي خبين إن الدبات هو لو جيستان هذا واحد شيء هاي هذا أما كإن يسوى الدوران بعكسها كوا أو كتل ما مي أرجع حسدا أي دنيا إسرائيل إن يقرعان وأي دبات هو جيستان ويا مركا كاس ووزير كعشان دقة إسرائيل إني نجد دلاني خبين ولية مقالك دولة نمضوا قفك مضحضة خيز الوزاره يقويس فيس إني دلاني خبين مركا شاكاوس مركا وحولي وشاكاوك هيدا أمانك وإني سيوضان تردر قلين تاكوة نباتدان كيني يأرقك حسدا إني كتخلصان شاكاو مركا معلم بمالتك الدبايسا ويسيو كورولانيسا حسن نصر الله الدلي ويسيو تاقيتاي كحيانة دي سيالة دلي ويشو تاقينه تريا سيالة دلي شاكدوا وابلاو يحيا سنوارا لدلي قولوا نتنياهو اللي يمي سيدان مركوا حيالة إسرائيل اللي مركوا والا ورير اللي هذا ما وزير كاقاشان نقا يمريكا كايا يساقونا حالي وحوكا حالي حالة قود يقارهان دلك وكبت بادي ماتا نتنياهو وزير كاقاشان نقا يمريكا كالويس أستن ولها اللي يلوي يواف كرانت وزير كعشان نجا إسرائيل أيا واحد إسلام يلدين وأيكوا له هذين حالا إذا ماذا مريكا كجبل كقصوان وزير كعشان نجا مريكا كبنتكم كوزير كلويس أستن أيا واحد تلفون ودري نكا نجي سا إسرائيل يواف كرانت وحين كوا له هذين حالا جود جارهان مريكا كوحو ولا عك قبعة شركه هذه حماتي اذا مدى مريكنك اي غوبلكا كوسوغان لويس استن وحا وشاغي انو ماركا كفرحسن هي
إنو بدبادي رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو كدب مركي ساكي قرقي سيالا ويرري ماشان لبا أرنواي تليفون كا أصود ري وزيركا غاشان ديقا مريكك نمبر كو وحولي يعي ورعيدا كينا وبغينا حالة دون مرها ديبا شاكو صوحو ماتي رئيس الوزراء قرقي سي ميل الله ميشي ربان أي كأديقان إيان نمكن oo maalin hore ahayd ciidamo iska fadhiyeenta la dul tagay nafta laga gali hadda raisul wasaarihi gurigiisa bari meeshii rabaan tii kara marka wuxuu leeyahay wal walaayn uga haysa arintan ciidankeena gobolka jooga marka baylaha way qatar weyn ku jira maalin cadaalad duwan amarka iraani awladeed way uga cangaleen mid kale wuxuu yiri waa ku faraxsanahay inuu raisul wasaarihi inuu nool yahay oo maanta ka badbaaday sheekadii aan caadiga ahayn ee la doonayay in lagu khaarijiyo marka ninka kale waxa la isagana Katz leeyahay wasiirka arrimaha dibadda Iran oo kaas iska weeraray wuxuu leeyahay Iran ay ka dambeysay waa kaas ah weeydi doonta Iran maba kala jecla oo maba ka hadlaysa waxaan hore u ballameen Iran iyo Israa'il hadda wax isku heshiis soo aaday tir intaan marka waa awoodda Iran qayb ka mid ah lagu tusinaa awlaadeeda waxa hadda ku aragtay kuleeyeen nimanka wax falanqeynaya Iran intaas in ka badan haysata marka Hezbollah diyaaradeeda la celin waayo guriga raisul wasaaraha salaam ku tagis marka Iran ku weydo ma la celin kara baarlamaankii uu dhex galay markaan sheekada marka waa wareersatay xaalku marka waa kacsayay caaw marka waxa shir jiraa id qabtay ninka la yiraahdo Daniel Hagari wasiirka afayenka ciidanka Israa'il Daniel Hagari ninka leeyahay tani ha gaari dhowr qodob ayuu ka hadlay muhiim ah hadaba aan aragno Al Jazeera oo soo koobtay war muhiimada hadalkiisa Daniel Hagari afayenka ciidanka Israa'il Daniel Hagari ayaa shir jiraa id qabtay waxa uu sheegay inay markaa weerareen shan guri oo ku yaala nawaaxiga koonfurta Beirut ee caasimadda Lubnaan waxana uu sheegay halka ujeedooyinka ay u weerareen maanta inay ahay makhazino huba oo Hezbollah ay lahayd in halka ay markaa sheegeen inay ku weerareen dhanka kale waxa uu sheegay ciidankeenu dhowr mar ayay ku dhawaadeen oo yiri inay soo qabtaan Sinwar laakiin way u suuragal weysay ilaa markii dambe ay dileen hadaba waxa uu dhanka kale sheegay maalmihii la soo dhaafay dagaaladii ka dhacayay koonfurta Lubnaan inay ku dileen 1500 dagaalyahanka Hezbollah ka tirsan tan iyo markii dagaalku uu bilowday hadaba waxa uu ka hadlaynaa ka kale diyaaradii droneka ahayd ee maanta wacdaraha ka dhigtay Israa'il waxa uu sheegay diyaarad drone ah oo laga soo riday Lubnaan ayaa waxay ku dhacday guriga raisul wasaaraha Israa'il ee ku yaala deegaanka la yiraahdo Beqasariya waxaana la sheegayaa in marka ay ciidanku furi doonaan taxqiiq ama baaritaan ku saabsan waxa siday u dhaceen iyo xaaladu sida ay tahay waxaa jirtay diyaaradda droneka ah inay ag socotay diyaaradda helicopter ah mar walba ay ku soo jeesato way u goynaysay oo xagga ka soo qabo xagga meesha meel gashay aqoonweysay ilaa markii dambeysay sida iskaga daba wareegayeen oo dadka deegaanku ay masawir uga duubayeen video ayay markii dambe guriga Netanyahu ku dhacday marka taxqiiqo awliya la yiraahdo hadda marka caawa waxaa soo baxay baaritaanadii la sameynayay sababta ay waxa kan ku dhaceen qayb ka mid ah hay-adda wararka u faafisa Israa'il ayaa waxay leedahay taxqiiqa qaybtii ugu horreysay baaritaanka ayaa soo baxday qaybtii markii waxa lagu wareysanaa duuliyihii diyaaradda helicopter-ka ahayd ee maartay diyaaradda drone-ka ahayd ay is heleen hadaba marka hay-adda wararka u faafisa Israa'il ayaa waxay leedahay caawa natiijada baaritaankii ugu horeeyay guriga raisul wasaaraha weerarkii lagu qaaday ayaa soo baxay leedahay hay-adda wararka u faafisa Israa'il waxay leedahay taxqiiq ama baaritaankii ugu horeeyay ayaa waxaa laga bilaabay duuliyihii diyaaradii helicopter-ka ahayd taasoo daba socotay oo ceyrsanaysay diyaaradii drone-ka ahayd ee bartilmaameysatay guriga raisul wasaaraha Benjamin Netanyahu hadaba duuliyuhu wuxuu sheegay hadal la yaab leh oo ah inaanu isagu fahmin diyaaradda droneka waxay ahayd
هذا واحد وشيء إن مركا طوليه هو يني ديار الدا مركي أنك شكلني يا مركي أي جرب كرد علي وواحد أحد إسكوماشي أحد أولياء مركا رزوزارها يا كبد بالي إسكو إسكو ديا دلكاس وين مركا محله طوليه هو حرد هاي ديار الدا وصح واي وسلسة عني لكن ديار الدا وكشك نورة مركا هوري ما با اينا انكور هين با ديار الدا مردن با انتاري انا كشك ان ديار الدا مركا دم عني ديار الدا انا ان مارتي رساس كفرنو ونسور هدنو وينو قويس وعير سنة وينو قويس وينو قويس وحال اياب لهذا ولي يعي فرسمادة ديار الدا درون كا استعماليش حافظة نحضو ديك نح بحيس انك ميلا مركا بحاجة جرائي ركبتر كويس امريكرين او بالكا ساس اوري جرائي iyadu intaasas isu toosisay ka dhaxbaxaysa mar marna waa isfidinaysa marna geesgeesi u soconaysa marka wuxuu dhahay saad u ceyrsanayna waxa aragnay gurigi duqa oo salaanta ka socoto oo maartay la isku salaamay qaraxaba ka dhacayay gow meeshaas ka dhacay marka waxa la leeyahay marka tahqiiqul awliga deya tayarka ayaa la wareystay duuliyaha diyaarad wali ma dhamaystirna marka warbixin kooban oo horlaca laga soo saaray waa tii hadda Daniel Hagari uu lahaa baaritaan ciidanka ku sameyn doona sababtay wax soo dhaceen baaritaankii hore markii waxa leeyahay khubarada maxaa ka soo baxay maana hore soo ma aheyn askar iska cashaynaysa inta loo yimid si fiican looga adeegtay baaritaan aan sameynayna dhan baaritaanka maxaa ka soo baxay meeshan waxay raadeen wax laga qaban karo droonkan Iran ay sameysay ee awlaada isticmaalaysa waliba Hezbollah ma jiraan ilay mid kale waxa leeyo yaabla gantaalihii gantaalaha koortagay iyo wixii oo dhan waa isku waashan meel laga jiray meel kale qowayn maanta markii diyaaradaha droonka la soo weeraray gantaala kala roobka waxa looga dhigay Haifa iyo magaalooyin kale hal mar intaas oo gantaal lagu weeraray marka gantaalihii meesha u jeesteen wax iska difaacid galeen droon ma waqti loo haya way soo xaluulad habeen horena waxa la isla tabtaasi ay markii taliska ciidanka ay burburinayeen oo askarta ay garaacayeen gantaala markii hore roobka laga soo dhigay gantaalihii markii difaaca iyo wixii oo dhan gantaalay u jeesteen bahalada markuu iska soo waa ka soo xaluusheen waa soo baxeen meeshaas ay soo galeen marka maanta saas oo kale waa marka caawa waxyaabaha la yaab kale ee taagan ee warbaahintu ka hadlayso waxa kamid ah cabsida waxaa la geeyay darajadii ugu sarreysay wax askariyo joogana male yaa laga baqaa daroon daroon wiifaysan walba wuxuu leeyahay armay dariishada inta kuu soo gasho hayeesee leeyahay meeshan ma lagu fiicayaa abay tirada markaasaa nin kasto madaxa meel uu galo leeyahay caaw Netanyahu iyo qoyskiisa waa lala cararay gurigiiba haddii saas loogu galay meeshay joogaan nimanku waa og yihiin waa ka daba imaanayaan leeyahay asagu marka meel la geeyay wasiiradii markii ayaa meel geeyna nin walba waa yaabay wasiirkii gaashaandhiga oo kale wuxuu ku cararaa leeyahay wasaaradda gaashaandhiga hool dhulka hoostiisa uu ku jiraa mid kasta waa cararay nin walba meeshuu geli karo ku dhunt mid walba wuxuu isleeyahay marka banaanka soo baxdo diyaaraddii ama meelaha ku taaganta iyadoo shimbir oo kale ay kugu soo leexataa marka waa waxaan qaata billaahi ay ka taagan yihiin oo ilaa hadda xal aan loo helin waxaa sidoo kale wararka qaar warbaahinta ay leeyihiin ciidamada Israa'iil waxay ka fakarayaan say isaga difaaci lahaayeen hab cusub inay keenaan diyaaradaha droonka oo nolosha madaxdooda khatar gelinay haddaba sheeko waalana socota nin walba meel uu ku badiyaa la leeyahay diyaaradaha droonka ayaa albaabada iyo dariishada kaaga soo galay halka diyaarada waaweyn iyo bambooyin ay ridayso Israa'iil markay dad inay khaarijiso rab meeshan nin walba marka talaabtiisa uu maaratay tabartiisa inta tabartiisa uu talaabsara barnaamijkii habeenimo waa nagaynta wixii warar soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa ku xirnaada marka barnaamijyada xaqiiqda ku shalaysan.